طبعا من درب الساعي وهذه الاجواء المفعمه بالطاقه والنشاط الحيوي. قاعد نشوف اليوم احنا كثير من الانشطه المتواجده في درب الساعي، اللي ما لحق يشوفها اليوم الصبح يلحق عليها، مستمره الفعاليات حتى المساء. لكن خلينا اليوم اخذكم مشاهدينا وين ما كنتوا مع ضيفتنا. ضيفتنا مميزه ما تحتاج المقدمات طويله، لان لها دور بارز وجلي على كل الاصعده، سواء على مستوى دوله قطر او حتى على مستوى العالم. ضيفتي اليوم الدكتوره عاشه المناعي، عضو مجلس الشورى ومديره مركز اسهامات المسلمين في الحضاره في كليه الدراسات الاسلاميه بجامعه حمد بن خليفه. وصبح عليك في يوم يا اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالوطن الجميل، بلادنا قطر الجميله جدا في كل شيء. اكيد طبعا لك اكيد الله يحييك. اكيد لك كلمه طبعا حابه تهنينا الامير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاتي وسلامي على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني انا طبعا جميعا نحن نحتفل في هذا اليوم، يوم الوطن كما يقال يعني، ونهنئ سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بهذا اليوم، ونهنئ سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه، ونهنئ المرأة القطرية العظيمة سمو الشيخة موزة بنت ناصر، ونهنئ أنفسنا جميعا يعني رجالا ونساء في هذه الدولة الفتية الآمنة المستقرة المسالمة. ونتمنى لها دائما ان تكون في علو وتكون في خير وصلاح بحول الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. دكتوره لفت نظري انا يعني مسماك مدير مركز اسهامات المسلمين للحضاره، لو تشرحي لنا هذا المسمى ودور المراه القطريه ايضا. طبعا هو يعني هذا المركز مركز محمد بن حمد الثاني لاسهامات المسلمين في الحضاره، وانشئ سنه 83، انشاه الشيخ محمد بن حمد، ولكن في 2010 ضمته سمو الشيخ موزة إلى جامعة حمد بن خليفة تحت كلية الدراسات الإسلامية. هذا المركز مركز ترجمة، يترجم إسهامات المسلمين السابقة، مهات الكتب الإسلامية. لكن بعد أن توليت أنا يعني رئاسته فأدخلنا فيه الكثير حقيقة، صارت الترجمة من إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وأيضا حتى الكورية، أيضا لأن إيماننا نحن بالترجمة، وأيضا من هذه اللغات إلى اللغة العربية. نعم. إيماننا بأن الترجمة هي تعتبر يعني مساهم، ليست مساهم إنما هي أساس في نقل تراث أي بلد، حضارة أي بلد إلى دول أخرى، يعني العالم الآخر يعني. فلذلك طبعا ومن هذا المنطلق فعلا حضارة المسلمين قد تفهم خطأ، قد وهذا ما يعني في السنوات السابقة يعني أيضا حتى الآن يعني يفهم المسلم خطأ، يفهم الإسلام خطأ. لذلك نحن نساهم أيضا في أن نحن نظهر إسهامات المسلمين في الحضارة وكيف أثرت هذه الإسهامات العلمية على الحضارة أيضا حتى الأوروبية والنهضة الأوروبية يعني. ولذلك نحن حقيقة نترجم، نحقق، نكتشف بعض الكتب حتى ليست فقط القديمة إنما حتى في الكتب الحديثة التي نشعر بأنها تسير على رؤيتنا وهدفنا، وأن هي تخدم المسلمين وتخدم الإسلام. والآن عندي أنا كتاب في الدراسات الحضارية يعني للإسلام، هي طبعا هو كتاب باللغة الإنجليزية ولكنه يعتبر من أفضل الكتب التي تنصف الإسلام والمسلمين، وترجمناه للغة العربية، الآن هو في المطبعة. هذا المركز يقوم أيضا بعدة من المؤتمرات يواكب أنشطة وفعاليات البلد. عندنا في عملنا من فترة صغيرة يعني مؤتمر لاثنين من علماء الروس بمناسبة صداقة قطر مع روسيا هذا العام، وأيضا العام القادم إن شاء الله صداقة قطر مع الهند، أيضا سنظهر إسهامات العلماء المسلمين أيضا في الهند تجاه الحضارة الإسلامية والإنسانية. أكيد. وأيضا أذكر بأن المركز حصل منذ أسبوع على جائزة حمد بن خليفة. جميل. طبعا يستاهلون في يعني للإنجاز.
يستاهل الحمد لله رب العالمين. أكيد إحنا قاعد نتكلم عن إنجازات كثيرة ونشهدها يعني في دولتنا الحبيبة قطر يعني طوال العام، يعني مش بس تخصيصا في 18 ديسمبر. لكن حابين منك دكتورة، يعني أنت لك مسيرة جدا ناجحة كامرأة قطرية، حابين توجهين كلمة للكل في هذه المناسبة الوطنية. بالنسبة للمرأة القطرية، يعني أنا يعني مثلي مثل أي امرأة قطرية، نحن أنا نظرتي للمرأة القطرية بأنها إنسان مثلها مثل أي امرأة في مجتمعات الإنسانية، لكن لديها أيضا إمكانات، لديها قدرات، وهي تعتبر جناح كما نقول نحن، يعني الطائر لا يطير إلا بجناحين. صحيح. جناح أنا أعتبر المرأة وجناح الرجل، فلا يمكن أن تسير هذه الدولة وتنمو وتزدهر ويعني وتعلو إلا بتواجد المرأة مع الرجل. ولذلك فعلا المرأة القطرية فعلا إذا كان هذين الجناحين يعني في حالة معافاة في حالة صحة، لابد أن تسير الدولة سيرا حثيثا يعني للأمام. المرأة القطرية بصفة عامة، أنا لن أتحدث عن نفسي إنما بصفة عامة أتحدث عن المرأة القطرية. صحيح. لها تواجد كبير جدا، ومن هذا المنطلق حتى في رؤية قطر 2030 تذكر المرأة أحيانا، وأحيانا تذكر بصفة عامة بشكل بصفة عامة. عامة. وعندما يعني يذكر أي شيء بصفة عامة يعني بالنسبة للإنسان يقصد فيه الاثنين. نعم، لازم تدخل المرأة عنصر مهم، لذلك المرأة تواجدها مهم جدا. نعم. لنمو. نعم. كل شيء. نعم دكتورة، يعني مهمة جدا تواجدها للتنمية، سواء اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا. نعم. أي نوع من أنواع التنمية. نعم يعني. دكتورة عاشة المناعي، عضو مجلس الشورى ومديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، كل الشكر والتقدير على تواجدك اليوم في جزيلا. هذا اليوم المميز. والحين مشاهدينا راح ناخذكم في جولة مفعمة بالوطنية من